سنان داخل منطقة العمليات ما فيش وضعية تسلل. كاد اللاعب كاد رضواني سعيد يباغت حارسه بهذه الكرة على ناحية بن ساعة. هل سيسدد؟ يصوب قوية والعرس بورطيف قوية ممتازة عابرة للدفاع، وبورطيف عبد الرحمن يحولها إلى الركنية قوية جدا. الارتكاز على اليسرى والتسديدة، هل يوزعها فرحاني العرضية؟ فرصة أخرى لغشة، كانت أمامه فرصة كبيرة للتسديد ولكن كانت المضايقة في رقبة لصيقة مرفوعة ممتازة والعارضة. رفيق طلب الكرة بعد المراوغة والتسديدة، تسديدة ممتازة ممتازة من بن ساعة بلقطة فردية رائعة، يتمكن من مباغتة حارس بورطيف وتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 25 من المرحلة الأولى. شاهدوا اللقطة، شاهدوا الإعادة، شاهدوا الفنيات والقدرات عند هذا اللاعب بن ساعة، يعبث بدفاع الوفاق ويتمكن من تسديدة قوية باغت الحارس بورطيف لخبط الارتماء، ولكن كانت فيه متابعة فقط من بورطيف. ممتازة المحاولة واللقطة الفردية، تحدثنا كثير عن بن ساحة وبن ساحة خلف الجدار والناس، وهذه الكرة السانحة والناس والناس روعة كبيرة، والناس يضعها في الزاوية الصعبة ويوقع الهدف الثاني في الدقيقة 30 من المرحلة الأولى، وهدف ثاني لمصنع دفاع تاجنات الذي دخل المباراة بقوة ويوقع الهدف الثاني أمام فرحة أنصار دفاع تاجنات والمدرب لامين بوغرارة، والسيناريو الذي لم يكن منتظرا في هذا اللقاء المحلي في هذا الدربي بين دفاع تاجنات ويوفاق سطيف. المحاولة عن المراوغة، تسديدة قوية والقائم ينقذ بورطيف وينقذ وفاق سطيف من هدف الثالث. يعني بكير بكير تمريرة إليه مع عبد البلمونة وبين أحضان الحارس القراني، ممتازة العملية البينية هذه وتسديد عارضة من هدف ثالث ليد. كرة مرفوعة إلى أين؟ الرأسية وممتازة من مقراني عن رأسية فرحاني هواري، كان قريب راس لكندوسي. كندوسي هل سيصوب؟ لا يرفع، داخل منطقة العمليات لرضواني وبعيدة تماما، كان بعيد عن كل مضايقة في خرجية في القائم الثاني. بالفعل الكرة مرفوعة الرأسية والهدف، لا ممتازة هذه الرأسية، كان الوفاق قريب من تقليص الفارق، وبالفعل صافرة النهاية ودفاع تاجنات يتم دفاع تاجنات إذن